طيور الظلام. طيب فقرتنا دلوقتي هتكون فقرة فنية خاصة عن واحد من أهم رموز السينما المصرية، وهو الكاتب الكبير وحيد حامد، في ذكرى يوم رحيله. وطبعا ما فيش حد ممكن يكلمنا عنه أفضل من الكاتب الصحفي شريف عارف، اللي عامل كتاب متميز جدا بعنوان وصايا وحيد حامد، واللي بيقدم فيه حوارات خاصة أجراها معاه على مدار 10 سنين أو 10 سنين الأخيرة من حياته، تفاصيل كتير قوي عن حياة واحد من أشهر وأهم كتاب السيناريو المصريين هنعرفها من ضيفنا اللي منورنا النهاردة في الاستوديو، الكاتب الصحفي شريف عارف. صباح الورد على حضرتك. أهلا بيك. صباح الخير عليكم وعلى كل المصريين، وسنة سعيدة علينا جميعا. يا رب. انتوا اسالتوا الشجن بالمقدمه بتاعه طيور الظلام، لان من طيور اجمل الظلام دي الأفلام. مش علامه في السينما المصريه وبس، لا دي علامه في تاريخ الوطن وعلامه في كتابات الاستاذ وحيد حامد. صحيح صحيح. طيب احنا في البدايه كده، يعني اي حد بيتفرج علينا دلوقتي هيقعد يفكر ليه وصايا وحيد حامد وليه كتبنا الكتاب، وهل هو كان يعرف ان الكتاب ده يعني هينزل او هيبقى كتاب، او حوارات حركة الصحفية معاه هتبقى وصايا هتبقى كتاب؟ يعني الموضوع جه ازاي وجه منين؟ هو الموضوع انا كانت تربطني علاقة عادية جدا بالاستاذ وحيد، عادية زي اي صحفي يعني. انما حدث موقف كده غريب في الفترة دي، انا كنت سكرتير تحرير مصر اليوم، وهو كان بيكتب مقال اسبوعي او مقال نصف شهري. يعني هو الأستاذ وحيد كان عنده مودية في الكتابة، يعني فكرة أن أنا ألتزم بمعاد في الكتابة ده صعب، إنما هو كان عنده وقت ما القضية، وكان دايما ليه مقولة يقول لك إيه، ما فيش وقت للبوح. يعني في وقت أنا مثلا عايز أقول له ما تيجي نعمل حوار نتكلم عن قضية كذا، فيقول لي ما فيش وقت للبوح، ودي كان المصطلح بتاعه. فبعت مقال اسمه القرود الخمسة، القرود الخمسة، القرد يعني. ودي كان مقال كتبه، وده على فكرة أعلى مقال في أدوات البحث وفي القراءة وفي المشاهدة يمكن 2012-2013. أعتقد ده خد جوائز عليه كمان. لا هو مقال، فالمقال ده يعني بيستعرض فيه مكتب الإرشاد بتاع جماعة الإخوان الإرهابي، ومسكهم واحد واحد بكل واحد بصفته. فالمقال ده لقيت الأستاذ ياسر رزق الله يرحمه بيندهلي بيقول لي ده مقال وحيد حامد، شوفه وشوف العناوين بتاعته وشوف هنعمل فيه ايه وغيره. فأخدته وبدأت أشتغل عليه وطلع منه عناوين، وفي وسط الكلام لقيت حتة مش واضحة. فرحت رافع التليفون على الأستاذ وحيد. صباح الخير يا أستاذ وحيد، أنا فلان الفلاني، المقال بتاعك في الحتة الفلانية، حضرتك قصدك إيه بالكلمة دي؟ فقال لي أنت شفت المقال ده فين؟ قلت له هو في إيدي دلوقتي وأنا مكلف بيه. فراح قال لي طيب أنت وجهة نظرك إيه؟ قلت له أنا وجهة نظري إن إحنا نعمل كذا. قال لي أعمل اللي أنت شايفه صح. هنا كانت علاقتكم ببعض يعني تكادوا ما تعرفوش عادية بعض، لسه لا اصدقاء عادية ولا جدا. اوكي شغل مش اكتر. عادية جدا لا تتعدى ذلك. وبعدين فجأة تاني يوم لما نزل المقال هو اتبسط قوي من حاجة كان يعني ما كانتش واضحة، فانا وضحتها له. قال لي شريف تعال نشرب مع بعض القهوة في الفندق، فهو طبعا قعدته في فندق على طول في المكان، والترابيزه بتاعته الثابته اللي ما اتغيرتش، وبالمناسبه اللي ما كانش يقدر يغير زاويه قعدته فيها، يعني استاذ وحيد ما ينفعش يقعد على الكرسي ده وبعدين تاني يوم يقعد على الكرسي ده، هو واخد على مكان معين على طول وزاويه معينه. اللي ده يعني مره وانا بعمل معاه حوار من الحوارات فبيقول فالمصور قال لي يا شريف قول له بس عشان الايه الشمس والاضاءه. طب ايه السر بقى حيك يعني بعد فتره بقيت صديقه المقرب، ايه السر في قصه القعده دي اللي عمرها ما اتغيرت ولا حتى زاويته اتغيرت؟ ببساطه انا كنت بعمل حلقات اسمها الاخوان في ملفات البوليس السياسي، ودي كانت بتتنشر في بدايات 2013 قبل ثوره 30 يونيو بست اشهر تقريبا. انا بشتغل اعمال وثائقيه، فلا يعني الاخوان في ملفات البوليس السياسي دي كانت حاجه وثائقيه قوي. فرحت متصل بيها، استاذ وحيد انت تابعت الحلقات دي؟ قال لي اه. قلت له انا عايز اعملها كتاب وعايز حضرتك تقدمه. قال لي انسى يا شريف. قلت له انسى؟ قال لي
خد حد غيري. ليه؟ لان لو حد غيري هتبقى المصداقية اكبر. انا معروف ان انا ضد الاخوان. لما تاخد حد من الطرف الاخر او حد من يعني على مرحلة الحياد هيقدر ان هو ايه يقول طبعا. اكتر ويبقى ليه مصداقية اكبر. قلت له لا انا عايز حضرتك اللي تقدم الكتاب ده. قال لي طب تعال هات لي الوثائق اللي معاك تعال فرجني عليها. رحت له قعدنا مع بعض قعدة كبيرة وبدأ يعلق على الكتاب في كل حاجة وهو لسه مكتوب يعني تايبنج. فقال لي شريف يا ريت تعمل في الحتة دي كذا، يا ريت الحتة دي تزودها في كذا. وللأمانة كان رجل غاية في الجمال، وده كان أول فنجان قهوة بيني وبينه مباشرة. طيب حضرتك كمان ذكرت ان الكاتب طبعا وحيد حامد ان هو ترمومتر المجتمع المصري، ممكن تشرح لنا يعني ليه ذكرت يعني وصفته كده يعني؟ هقول لحضرتك ليه ترمومتر المجتمع المصري. اللي احنا شفناه دلوقتي الجزء بتاع طيور الظلام، لو حضرتك حللتي الجزء الخاص بالحوار اللي بين رياض الخولي وبين عادل امام بين ممثل الجماعه وممثل الحزب الوطني هتلاقي ان ده دراسة للواقع المصري. صح. يعني بيقول له احنا حزب ما ينفعش يبقى جماعة وانتوا جماعة ما تنفعش تبقى حزب. لو بصينا بقراءة سريعة هنلاقي ان الكلام ده قبل وصول الاسلام السياسي الى الحكم في مصر في العام الاسود ب25 سنة. يعني انا دخلت طيور الظلام دي وانا لسه متخرج مثلا يعني. يعني كان عرض اول. ففجأة لقيت نفسي قدام هذا الرجل، فراح كاتب لي مقدمة الإخوان في ملفات البوليس السياسي، وده كان الكتاب الوحيد اللي الأستاذ وحيد حامد يقدم مقدمة لي. يعني هو ما قدمش كتاب غير الإخوان في ملفات البوليس السياسي، والكتاب ده كانت زي ما بيقولوا كده بالمعنى البلدي انفته حلوة، يعني سمع بشكل كبير. ده الكتاب الوحيد. نعم طبعا هو عنده قصص قصيرة عنده قصص والكلام ده كله. انا بتكلم على الكتاب الوحيد. ده الوحيد. اوكي. وهنا برضو لازم نفرق بين حاجتين. بين وحيد حامد ككاتب سياسي وبين وحيد حامد كسيناريست. وحيد حامد وصل لمرحلة في الكتابة السياسية انه بينافس اكبر الكتاب السياسة في مصر. وحيد حامد كانت الناس بتستنى مقالاته. بس كان في لينك، يعني كان في لينك قوي بين حتى السيناريوهات بتاعته. يعني احنا عارفين طبعا ان هو كسيناريست، يعني حتى يوسف ادريس قال له اتجه لي، المخرج الكبير يوسف ادريس قال له اتجه للدراما، لان وهو فعلا نجاح يعني فظيع. فكان في لينك دايما ما بين السيناريوهات بتاعته وبين السياسه، في اسقاط سياسي على طول. يعني حتى لو اتكلمنا على الناحيه الثانيه، هو برضو فكر وحيد حامد وليد مرحلة التحول في تاريخ مصر. مرحلة ما بعد هزيمة 67 وحتى نصر أكتوبر. وتحول المجتمع اللي شافته مصر في الفترة في الانفتاح والانفتاح الاقتصادي إلى آخره، ثم معاهدة السلام، ثم اغتيال الرئيس السادات. فوحيد له تركيبة كبيرة جدا، وأنا طبعا بقول وحيد بحكم الصداقة، هو أستاذي طبعا وأنا ده شرف لي. كان شاهد عصر على فترة حكم مبارك. والفترة دي كانت فترة مثقلة، فترة يعني زي ما كان دايما بيوصفها دي الحضانة اللي تربى فيها الإخوان، فترة التلاتين سنة دي. فكان بيرى دايما ليه وجهة نظر معينة، ودايما كان بيحذر من الإخوان حتى قبل وصولهم وقبل ما كلنا نكتشف كل هذا، أو كل الشعب المصري طبعا أنا مكتشف من زمان، إنما يعني في ناس شالت على عاتقها عبء المواجهة. منهم مثلا أستاذ وحيد، الدكتور رفعت السعيد الله يرحمه. ده في ناس قدر لها إنها تكون زي ما بيقولوا كده بهدوء في وش المدفع. يعني مثلا بتشوفي تجربة زي تجربة البريء اللي قدامنا دي مثلا. دي تجربة حياتية لشاب كان مؤمن وبيحدثوه في كل عن فكرة أعداء الوطن وإن فلان الفلاني مش من أعداء الوطن. على فكرة الفترة دي أو فترة ما بعد 67 لغاية مثلا بداية الثمانينات كانت فترة
مواجهة مجتمعية بين تيارات مختلفة، تيارات فكرية، ومنها حد يقول لك ده صح وده كان غلط وعبد الناصر عمل كذا والسادات عمل كذا، فكان في مواجهة مجتمعية. للأسف أن كل هذه المواجهات المجتمعية كانت في صالح الإسلام السياسي اللي استطاع من خلالها أن يقفز وأن يصل إلى الحكم في النهاية. فهو كان بيواجه الجزئية دي بشكل تعيك. شايفه كان متأثر بمين في كتاباته؟ أصلا هو كان يعني قريب ومتأثر بيه مثلا الكاتب الكبير يوسف مريس، نجيب محفوظ، عبد الرحمن الشرقاوي. متأثر جدا بنجيب محفوظ، وحتى ليه وقع هو، وهو طبعا كان متأثر بإحسان، وكان بيحب إحسان كمان قوي. وكان عمل فيلم الأستاذ نجيب محفوظ فتوات بولاء. وبالمناسبة يعني كان نفسي أجيب لكم حاجة، اديت له مرة أفيش فيلم فتوات بولاء، فراح كاتب لي إلى الفتوة شريف عادل. فهو طبعا تأثر كتير بنجيب، وتأثر بإحسان عبد القدوس، وطبعا اللونين لونين مختلفين طبعا. يعني مثلا دايما في سيناريست بيحب يشتغل على لون معين، لون معين من الرواية، إنما وحيد حامد كان يستطيع أن يشتغل على أكثر من لون. حتى كان ليه كلمة بالعامية المصرية كده، فمرة بقول له يعني في حاجة، قال لي شريف أنا ميكانيك سيناريو. شوف اللفظ دي حقيقة والله، ميكانيك سيناريو. يعني حتى لما كان في البعض يعجز سواء مخرجين او كتاب، في حته في السيناريو ده اسمها العقده. العقده دي لو ما ظبطتش في السيناريو، السيناريو كله يبوظ طبعا. ودايما كان ليه برضه مقوله اخرى، لما كانت تحصل اي حاجه مش عاجباه، فكان يقول لك ايه، السيناريو بتاعها مش محبوك. فكان يقول لي مش محبوك يا شريف، عايز حبكه. ودي حقيقه. فدايما كان يقول على نفسه انا ميكانيكي سيناريوهات، ميكانيكي دراما. طيب انا كنا عايزين برضو نسال حضرتك سر الصداقه بينك وبين طبعا الاستاذ وحيد حامد، مع ان في فرق سنه طبعا. ده اكيد فرق كبير. ولكن في صداقه زي ما دي بتقول كده، في صداقه شديده. ازاي بقى؟ حاجه انا لما بدانا بدات بتكرر عليه كتير، فلقيته بيقول لي شريف تعالى انا عايزك تشتغل معايا في الجامعه. واشتغلت معاه في الجامعه اتنين. ففجاه راح بيقول لي شريف انت مثلت قبل كده؟ قلت له مثلت انا يعني كنت في الجامعه مثلت مثلا يعني. قال لي انا عندي دور مرسوم عليك بالظبط. يا حضرتك مثلت؟ ما انا هقول لك الحكايه ازاي، بس مرسوم عليك بالظبط. فقلت له دور ايه؟ قال لي ممول للاخوان. قلت له كمان ممول للاخوان؟ فقال لي بس هو متخفي، باشا كده زيك ولابس مش عارف ايه وبتاع، فمش هيبان انه اخوان خالص. ايه رايك اما تلعب الدور ده؟ قلت له يا استاذ وحيد انا يعني. قال لي انت مش عايز تمثل؟ قلت له بصراحه يعني مش متاكد. قلت له بس محبه فيك امثل. وطلعت فعلا في ثلاث مشاهد في الجماعه، الممول اللي كان بيقابل المسلسل الفنانه صابرين. وكنت اشتغلت معاه بقى على المادة التاريخية للجماعة نفسها، يعني اشتغلنا مع بعض في الحوادث بتاعت الحوادث الإرهابية وعلبة حلاوة المولد وعملية سيد فايز. في بعض عمليات كنت بجيبها خلفية تاريخية للأستاذ وحيد بالكامل، وهو يصنع منها دراما، لغاية ما جت حاجة أخطر من كل ده، لما كان بيجهز للجماعة ثلاثة الله يرحمه اللي هو يعني ما كملهاش، بس انا اشتغلت برضو جزء معاه فيه. وحتى كان لي في تكليف، وانا حطه عنوان في الكتاب اسمه التكليف الاخير. على ورق وحيد حامد كده مكتوب بخط ايده، شريف انا عايز كذا وكذا 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 وكذا. طبعا كذا وكذا وكذا دي كلها اسرار. احنا عايزين نعرف اي اسرار. لا يعني انا عايز اعرف اي اسرار. كان بيقول لي عن سبب تضخم الاخوان والتيار السياسي في حاجه اللي قدامك دي يسرى في معالي الوزير. لو بصينا كده بهدوء هنلاقي امضه وحيد حامد جنب كتف يسرى. فانا كنت دايما بحب اجيب له افيشات يمضلي عليها فيوقع لي عليها يعني. فاول ما شاف الافيش ده على وجه التحديد، فراح بيقول لي الوجه الجميل ده
هما حد يمضي جنبه. هما بعض جميلة. قلت له بس اللي هيمضي وحيد حامد. قال لي حتى لو وحيد حامد. فالمهم وقع. انا لما حكيت الحكايه دي ليوسف قعدت تضحك. ويعني هما كان بيربطهم علاقه عمل وحب مهني كبير صحيح. قوي. صحيح. ده توقيع الاستاذ وحيد حامد. ده توقيعه الاوريجينال. وبالمناسبه يعني اجزم يعني ان 80% من مقالات الاستاذ وحيد حامد عندي اصول بخط ايده تقريبا. وفي اشياء كتيره. طب قوه العلاقه وقوه الصداقه بين حضرتك وبين الاستاذ وحيد حامد يعني في اخر ايامه يعني عايزين نعرف كده ايه اغرب المواقف اللي حضرتك شفتها مع شخص زي ده؟ اكيد الاستاذ وحيد حامد كانت طلبته علاقات بمجموعه كبيره قوي من الصحفيين يعني. وكان في بيعمل حاجه كل سبت اسمها مجلس الشرف يعني. كان يعني نوع من الدعابه. كان كل اولا محوريه وحيد حامد انه صانع لاي حدث رغم ان هو قاعد في سكونه اللطيف على النيل بيتفرج وبتاع. انما كل الناس بتعدي عليه زي المحطه اللي بيعدي عليها كل البشر طبعا. ده حقيقه. زي ما تقولي ايه مثلا لو قلنا بلغه الاطارات كده محطه رئيسيه لازم تعدي على وحيد طبعا. فالمجلس ده كان فيه مجموعه كبيره كل صحفيين مصر ده بين الناس المعروفه يعني. وانما انا اجزم ان يعني في الفتره الاخيره كان الاقرب لي مجموعه زي الاستاذ اسامه سلامه الكاتب الصحفي، الاستاذه جيهان الغرباوي وهي برضو عملت معاه حوارات هايله، الاستاذه حنان، مجموعه كبيره جدا. في الحقيقه احنا يعني محتاجين حلقات كثيره جدا يعني عشان نتكلم طبعا عن الكاتب القدير الكبير وحيد حامد طبعا. فيعني بس احنا استفدنا من حضرتك جدا واستمتعنا بوجود حضرتك النهارده معانا. شكرا لحضرتك جدا. نورتنا. الكاتب الصحفي شريف عارف. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا لسه مكملين معاكم، انتظرونا.